السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم ومواعظ في الحياة. ضاع حذاء طفل في البحر، فكتب الطفل على الشاطئ: هذا البحر لس، وليس ببعيد منه كان رجل يصطاد وقد اصطاد الكثير من السمك. فكتب على الشاطئ: إن هذا البحر كريم. وغرق شاب في البحر، فكتبت أمه على الشاطئ: إن هذا البحر قاتل. ورجل عجوز اصطاد لؤلؤة من البحر، فكتب على الشاطئ: إن هذا البحر سخي. ثم جاء الموج العالي فمسح كل ما كتب على الشاطئ، واستمرت الحياة. لذلك لا تشغل بالك بكل ما يقوله الناس، فالكل يقول ما يصل لدينه فقط. امسح الخطأ لتستمر الأخوة، ولا تمسح الأخوة ليستمر الخطأ. عندما تتعرض للإساءة لا تفكر في أقوى رد، بل في أحسن رد. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. في النهاية أخلاقك هي الوحيدة التي تعمر طويلا من بعدك. وهذه هي الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله.